محمد يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لحكم الصلاة خلف إمام مسبل تصح الصلاة مع الإثم للمسبل، الإثم يكون على المسبل، أما أنت فصلي مع الجماعة ولا تترك صلاة الجماعة حجة أن الإمام مسبل. ولكن من هو المسبل؟ لأن بعض الشباب عنده أن من نزل ثوبه عن نصف الساق يكون مسبلا لأنه لا يعرف السنة. المسبل هو من يلبس لباسا تحت تحت الكعب، من يلبس لباسا تحت الكعب، قال صلى الله عليه وسلم لما كان أسفل الكعبين فهو في النار، هذا هو المسبل. إذا كان مسبلا وإن وجدت إماما أحسن منه تصلي خلفه ولا تصلي خلف المسبل، إذا لم تجد إماما فلا تترك صلاة الجماعة، وعليك أن تناصحه وتبين له هذا، والإثم عليه هو.